ولله ملك السماوات والأرض. ولمن خاف مقام ربه تبارك جنتان. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات شيخ عموم المقارئ المصرية، أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم. إنه الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الوالد رحمة الله عليه سيدي محمود خليل الحصري، والده اسمه السيد علي خليل. سبحان الله، الجد اللي هو السيد علي خليل ده كان من منطقة عندنا في مصر اسمها الفيوم، وكان محب لله سبحانه وتعالى، وكان أيضا من حفظ القرآن الكريم. انتقل من الفيوم إلى طنطا لحبه برضو لآل البيت، وتزوج من جدتي السيدة فرح. سبحان الله، كان يعشق وكان قلبه معلق بالمساجد، فكان لا يرى مسجد إطلاقا أو زاوية يصلي فيها إلا لما كان سبحان الله يرى إن هي فيها، يعني ما فيهاش فرش يعني يناسب المكان وجلاله، كان يفرشه بالحصر. فشهرته جت من إنه سبحان الله كان يفرش أي مسجد يلقاه أو أي زاوية بالحصر، فكان لقب بقى بالحصري. الوالد الحقيقة كان بتعوده رؤية كان يتعجب ليها، كان بيرى إن سلسلة ظهره عبارة عن عنقود عنب جميل، ومن كل فج عميق بيأتي عشان خاطر يقطف من هذا العنقود ويقول الله، ولا ينقص من العنقود حبة. لما تكررت هذه الرؤية فسأل أحد الصالحين في البلد، شيخ الجامع هناك كان يثق فيه، فقال له أنت عندك ولد؟ قال له عندي ابن محمود لسه عمره سنتين. فقال له اهتم بهذا الولد، هذا الولد إن شاء الله إن شاء الله حيكون ليه شأن كبير جدا جدا في القرآن الكريم، في حفظ القرآن الكريم وفي نشر القرآن الكريم، لأن إيه اللي حيتقال عليه الله غير كلام الله سبحانه وتعالى. بعد انتقال جدي إلى رحمة الله تعالى ووصيته لزوجته جدتي فرح، فالحقيقة حاولت بكل ما أوتيت من قوة إنها تنفذ هذه الوصية باهتمام ابنها إن هو يكمل دراسته بعد ما كان في الكتاب، وكان سنه 8 سنوات وكان أتم حفظ القرآن، ولكن كان لابد إن هو ينتقل إلى المعهد الأزهري
ويكمل دراسته في علوم القرآن. طبعا حفظ القرآن في الكتاب، كتاب القرية، وعلى سن تقريبا حوالي 8 سنوات كان الحمد لله أتم بفضل الله حفظ القرآن. بعد كده مفروض السن بقى اللي بيدخل فيه بيلتحق فيه في الأزهر، راح كان بيروح المسجد الأحمدي لحد ما لأن كان بيلتحق بالأزهر في سن 12 سنة أو 11 سنة، ففي فترة دي كان بيروح المسجد الأحمدي علشان يتلقى برضو علوم القرآن. الحقيقة القرية زي ما احنا عارفين ما كانش فيها وسائل الإعاشة الكاملة، فكان طبعا استخدام المياه كان بيبقى بأبريق للغدو والاستخدام يعني للحياة عموما. فكان سبحان الله هو يحرص أولا مش هو عشان يخدم نفسه، لا عشان خاطر كمان يخدم والدته، لأن شوف إزاي سبحان الله هو مع أنه هو الولد الوحيد المدلل وأن أخواته البنات أكبر منه، لكن كانوا تزوجوا وهو اللي عايش مع أمه، فسبحان الله كان هو اللي بيقوم على خدمتها. فالأبريق ده الحقيقة كان يعني بيمثل بالنسبة لنا احنا سبحان الله إزاي إن هو كان بيحرص مش بس يتوضأ أو يستخدمه في حياته الخاصة، ولكن عشان كمان خدمة والدته سبحان الله بهذا الإيه اللي كان في هذا العرف في هذا الزمن، هو حتة الأبريق سبحان الله بالصينية دي. الوالد الحقيقة كان بيحرص على أنه لمداومته في العلم وتحصيل العلم، كانت القرية ما فيهاش إنارة، كان يدوبك الكلوب كده كمان يعني للأثرياء كمان سبحان الله، لكن كان هو الحقيقة يحمل الكلوب ويروح فعلا عند مكان في القرية اللي هو الوحيد في الطريق الرسمي للدولة الزراعي، ويجد شجرة هناك كده إذا كان في النهار عشان يستظل من تحتها، وإذا كان بالليل سبحان الله معاه الكلوب ده عشان خاطر سبحان الله يعني يداوم على حفظه للقرآن وعلوم القرآن. هذا الكلوب الحقيقة له حكاية تانية الحقيقة، يعني كل ما أشوف كده أو يعني أرى منظر الكلوب ده أستحضر هذه الرؤية. فسبحان الله في أحد الأيام هو راجع من المعهد، وكان يوم ممطر جدا، وانت عارفين في القرى بيبقى فيها لأن ما فيهاش إنارة وما فيهاش سبل الراحة الكافية، كان بتبقى يمكن الوحل والظلام وكده. فهو دخل على والدته فقالت له يا محمود أنا أختك أمينة النهاردة ما شفتهاش. أخته أمينة دي الكبيرة اللي كانت متزوجة في أطراف القرية، لم كده الجبة والأفطان وراح لآخر القرية عشان خاطر لأخته أمينة، يا أمينة يا أختي أنا أمي عايزاكي. قالت له يا محمود ما أنا كنت هروح لها، بس أديك شايف حال القرية والمطر والجو شكله إيه والظلام، ألا بس جهازي والبسي إن شاء الله وإيه وإن شاء الله يعني حوصلك. والواحد لما يستحضر هذه الصورة إنه شوف بره بأمه لمجرد إن هي طلبت بنتها إنها تشوفها على طول سارع وراح لها ولبست، ونفاجأ إن هو من عمتي بتحكي إزاي إنه حملها على ظهره، وكان بقى الكلوب ده اللي هو وسيلة الإنارة في الطريق سبحان الله عشان خاطر يوصلها، وقال لها يا أمي أمينة وصلتها. هو رحمة الله عليه كان طبعا على طول بيرتدي الزي الأزهري اللي هو العمامة والجبة والأفطان والحزام، وكان سبحان الله ذوقه جميل جدا في اللبس، يختار دايما تناسق مع الألوان الجميلة، دايما لازم يراعي الألوان متناسقة مع بعضيها، حتى العمامة كان يحب يلفها بنفسه، وكان بيتعمد إن هو يعلم إخواتي الذكور إزاي يلفوا العمامة ويحببهم في اللبس الأزهري، لأن هم دخلهم كلهم الأزهر، إخواتي الذكور كلهم دخلوا الأزهر وتخرجوا من جامعات الأزهر، فكان بيوريهم إزاي يلفوا العمامة بطريقة جميلة ويعلمها لهم عشان يشجعهم إنهم يلبسوا اللبس الأزهري. حتى النظارة كان هي نظارة طبية، بس كان حتى دي أكتر من نظارة وكلها بنفس الإطار ونفس الشكل ما بيتغيرش. يا
كان الحقيقة بيعطي جوائز مالية لترغبنا جميعا عشان خاطر مداومة الحفظ ومداومة الترتيل حتى لا يتفلت القرآن. فكان مجالس هذه المراجعة معاه بتبقى محفوفة كده بحاجات يعني مفاجآت في الجلسة نفسها، إما حاجات مادية أو مثلا يعني تحقيق رغبة أي حد فينا. حفظت إيه؟ طب تعالى راجع معايا، طب شوف الماضي كمان عشان خاطر لا يتفلت منك. ويبقى في عملية ترغيب جميلة ومتعددة بصنوف إغراءات يعني ما لنا نتوقعها، يعني من تحقيق رغبات أحد فينا، من إعطائه في سخاء مادي أو في هدية جميلة بيرغب فيها. الحقيقة يعني كل سعيه إن احنا فعلا نبقى مائدة القرآن لا تنفض من البيت ولا إطلاقا، نبقى يعني في قلوبنا وفي حياتنا وفي عيشتنا وفي يعني كل حياتنا كلها تبقى فعلا القرآن حياة. كان في شجرة بيقعد دايما تحتها وبيحفظ القرآن وهو تحتها، فحتى بعد كده لما سبحان الله لما كبر وبقى يعني ذو حيثية وذو منصب، كنا لما نيجي نسافر البلد علشان نروح أي البلد نلاحظ إن بيجي عند الشجرة دي وينزل من السيارة ويترجل خطوات وبعدين يرجع يركب السيارة. فسألناه قلنا له يا بابا أنت ليه بتمشي في الحتة دي؟ ليه ما بتركبش السيارة؟ فقال الشجرة دي أنا كنت بستظل تحتيها علشان أحفظ القرآن، فكان بيستحي أن يعدي عليها وهو راكب سيارته. أما انتقل بقى إلى القاهرة سبحان الله تدرج في مناصب عدة، يعني اختير كخبير لمجمع البحوث الإسلامية، اختير كمستشار فني لوزارة الأوقاف، وطبعا كان أستاذه الشيخ الضباع رحمة الله عليه كان شيخ عموم المقارئ. بعد ما انتقل لرحمة الله الشيخ الضباع، الوالد بعد كده هو اللي مسك مكانه كرئيس لجنة مراجعة المصحف وشيخ عموم المقارئ. طبعا ده كان منصب يعني جليل الحمد لله رب العالمين، فكان شيخ عموم المقارئ وتدرج من عضو في لجنة مراجعة المصحف إلى أن وصل إلى رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. أول رحلة لقارئ مصري خارج القطر كانت في صحبة زعيم جمال عبد الناصر لما زار شرق أسيا وزار الهند. والحقيقة الوالد يعني كان ليه حتى صورة بنعتز بيها، إن هو كان في رفقة الزعيم جمال عبد الناصر ونهرو اللي هو ملك الهند، وهو في هذه الزيارة وكان بيبدأ أي احتفالية وكان بيبدأ في أي زيارة الحقيقة بسماع ترتيله للجماهير الملايين اللي كانت موجودة في هذه الأقطار. من هنا ابتدت بقى رحلاته للعديد من البلدان، فطاف بلاد العالم والقارات الخمس. بكل بلد الحقيقة طافها كان له يعني من الوثائق ومن التسجيل، له كتابه اسمه رحلاتي في الإسلام. رحلاتي في الإسلام كان الحقيقة يا أي بلد يزورها في الأول كان يقرأ عنها ويقرأ عن دخول الإسلام في هذه البلاد وعن طباع وعادات وتقاليد هذه الشعوب، ثم بعد زيارته لهذه البلدة يوثق بقى تأملاته هو إيه شاف إيه وراء إيه واستقبل هناك إزاي والتقى بمين. فده الحقيقة بعتبره إن هو في أدب الرحلات، وخاصة من رجل من رجال الدين، يعني دي كانت يعني لها مذاق آخر غير أي إنسان أديب أو غيره بيتكلم في أدب الرحلات. لا، ده بيتكلم على النواحي الروحية والدينية، فليه مذاق مختلف خالص هذا الكتاب الحقيقة اللي هو رحلاتي في الإسلام. ما كانش ده يمكن في الكتاب الأخير اللي كتبه، لأن أول كتاب وثقه وكتبه كان كتابه مع القرآن الكريم. ولما تتصفح هذا الكتاب تجد إنه الحقيقة مشوق جدا بالنسبة للعامة، يعني هو كتاب مش متخصص في علوم القراءات ولكن لأدب القراءة وأدب الاستماع والمعلومات العامة اللي تهم أي مسلم عشان خاطر فعلا يقرأ، عشان يستمع، عشان فعلا. فالكتاب ده الحقيقة كمان صدره وقدم لي فضيلة الإمام الراحل شيخ الأزهر أستاذه فضيلة الشيخ محمود شلتوت، كتب كلمة طيبة جدا جدا الحقيقة، وإزاي وثق إن هو فعلا
ابنه، وانه يعني من قارئ القرآن الملتزمين المحققين اللي يعني يعتبر زي الميزان لأي إنسان عشان فعلا يقرأ القرآن، يسمع الشيخ الحصري عشان خاطر فعلا يجيد الترتيل وجيرة القراءة. زار القارات الخمس كما ذكرت، يعني زار الهند وباكستان وماليزيا وكل بلاد تقريبا آسيا، وأيضا البلاد العربية والإسلامية، يعني زار بفضل الله الإمارات المتحدة، والتقى طبعا بسمو الشيخ زايد رحمة الله عليه، وكان الحقيقة بيجي له ويحترمه جدا، ويجد فيه الراجل الصالح المحب لبلده ومحب لكل البلاد العربية والإسلامية، وكان بيثني عليه الحقيقة، وكان مرارا الحقيقة بيحرص على اللقاء معه. في زياراته لإحدى الدول لفت نظره إن في مصحف شكله فخم جدا ومعمول بالمذهب كده، فاكتشف إن وهبته ضعيفة مقارنة بالطباعة الفخمة وبالنقوش اللي على المصحف وكده. فأخذ المصحف وبعد ما روح ابتدى يتصفح في المصحف، فلفت نظره إن في بعض التحريف، زي مثلا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. غلت أيديهم، شالت النقطة اللي على العين فبقت علت، ولعنوا شالت النبرة اللي ما بين اللام والعين فبقت كأنها أؤمنوا بما قالوا. فأول ما رجع مصر كان حريص على أنه يجمع القرآن صوتي، فسجل المصحف المرتل بطريقة الترتيل، سجله برواية حفص عن عاصم، وبعد كده سجله طبعا برواية ورش ورواية قالون ورواية الدوري، ورفض انه يتقاضى اي اجر على تسجيل المصحف، وكان ده اول جمع صوتي للقرآن الكريم في العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كان اللي موجود وقتها طبعا الاسطوانات هو تسجل عليها القرآن الكريم، المصحف المرتل كان أول ما سجل على اسطوانات، وبعدين بعد كده بقى على شرايط، وتطور بقى العلم لحد بقى سيديهات بعد كده. المذياع بقى الراديو اللي موجود ده بقى كان شغال على طول على إذاعة القرآن الكريم، اللي هي سبحان الله كان الوالد بيقرأ بيها سنوات عديدة، كان صوته منفردا من أول افتتاح إذاعة القرآن الكريم، قعد سنوات عديدة كان صوته منفردا فيها. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قرأ في أماكن لم يقرأ فيها كتاب الله، زي قاعة الملوك والرؤساء في إنجلترا في الأمم المتحدة، وأيضا في أمريكا في الكونجرس الأمريكي، ودي كانت حقيقة حاجة نادرة جدا أن يقرأ القرآن في الكونجرس الأمريكي بصوته، وأن يصدع بالأذان أيضا في الأمم المتحدة. لما سألهم وقال لهم الأمم المتحدة أكيد فيها ديانات متعددة، فيها مسلمين، فإذا لابد من إقامة الصلاة في مكان لإقامة الصلاة في هذا المكان، ففعلا جهزوا مكان، وأول أذان كان بصوت الشيخ محمود خليل الحصري في الأمم المتحدة. والتقى بالرئيس كارتر، وكان لقاء مثمر جميل، وكان الزيارة كانت أيضا مع فضيلة الإمام الكبير عبد الحليم محمود، اللي كان بتربطه صداقة حميمة جدا به، وكان بيصحبه الحقيقة في زياراته المتعددة للبلاد العربية والإسلامية. التلفزيون ده طبعاً أسود وأبيض بقى أول ما اتفتح التلفزيونات، وكان هو تقريباً بيتفرج على ثلاث حاجات: نشرة الساعة 9 كان يبقى حريص على إنه يسمعها، وكان في برنامج نور على نور كان بيقدمه المذيع أحمد فراج، وكان في برنامج العلم والإيمان كان بيقدمه دكتور مصطفى محمود رحمة الله عليه.
التلفزيون ده كانوا طبعا يقولوا لي افتح التلفزيون عشان هم خايفين، لان جده لو جه شاف التلفزيون مفتوح على قناه غير قناه الاخبار او القنوات الدينيه كان ممكن يبقى فيها مشكله. اول ما كان جدي يجي يروحوا كلهم مستخبين وانا اللي واقفه قدامه كده، واقفه قدام التلفزيون، يقول لي بتعملي ايه بتعملي ايه يا دكتوره قشطه بتعملي ايه؟ اقول له يا جدو انا واقفه بس بتفرج على التلفزيون، هم اللي بيتفرجوا، هم اللي قالوا لي افتحه. طبعا ما كانش بيصدق الكلام ده، وفاكر ان انا اللي بلعب في التلفزيون. نراه كثيرا الحقيقه في مكتبته ومكتبه. مكتبه الحقيقه اللي بيدون فيها خواطره، اللي بيدون فيها مقالاته، لانه كان ايضا مستشار لوزاره الاوقاف لشؤون القران للرد على اي تساؤلات حول قراءه القران وعلوم القران. ومكتبه عامره الحقيقه بصنوف المتعدده من الادب ومن الكتب الثقافيه ومن طبعا الكتب الدينيه. كنت لما بخش عليه المكتب طبعا لازم يبقى مبتسم، الحمد لله هو دايما وشه بشوش كده ومبتسم، وحتى كان في فلجه كده عنده كانت جميله اللهم صل على النبي. وكان يعني بيقول لي تعالي اتفضلي، ونروح داخله قاعده معاه. وطبعا عشان انا خايف الا انعكش له المكتب او اتعب ابوظ له حاجه، لان شايف حاجه فيها نحاس في حواليه وفي حاجات كده فخمه، يروح مديني ورقه ويقول لي اقعدي ارسمي كده واقعدي اكتبي عشان ارتبط حتى بالقلم والورقه عشان اكتب، اكتبي بسم الله الرحمن الرحيم، يقعد يكتبها لي عشان اكتبها كده تكون هي جدتي بقى داخله علينا وتكون بتحضر له القهوه فانا ابقى عايزه اشرب معاه في القهوه. طبعا يقول لي لا انت لسه صغيره، اشربي عصير اشربي حاجه كده. وكان بيبقى في الفه ما بيننا وما بين بعض، ان انا بقول لحضرتك ان انا كنت قاعده معاهم ومقيمه معاهم، فكان الجده كانت على طول هي كانها والدتي، لان انا كنت بعتبر ان الحاجة سعادة الله يرحمها هي دي والدتي. ساعة الحائط دي كانت موجودة في الصالة عندنا برة، وكان سبحان الله يعني الوالد أصله كان يعني منظم جدا جدا وحريص على الوقت جدا جدا، وكان بيحاول يعلمنا إزاي إن إحنا نبقى حريصين على الوقت وإزاي إن إحنا نستفيد بالوقت في أي حاجة مفيدة. فكان سبحان الله يعني حاططها لنا، عشان كده كان حاططها لنا في الصالة علشان كلنا نتدبر ونعرف إن الساعة كام دلوقتي، وعشان كمان نظبط عليها مواعيد الصلاة. مؤلفاته 12 مؤلف في علوم القراءات، ابتدت مع القرآن الكريم، ثم أحكام قراءة القرآن الكريم، ثم أحسن الأثر في قراءات الـ14، في بعد كده الوقف والابتداء، في لكل قراءة سجلها حرص على إنه فعلا يوثق أيضا كتابة، يعني قراءة ورش، قراءة قالون، قراءة الدوري، القراءات المتعددة دي كلها أيضا لكل قراءة فعلا وثق كتابة. زي ما شرفت إن هو الحمد لله تلقاني في لحظة ميلادي، إن أنا استمريت مع الحمد لله 15 سنة لغاية أما فعلا يعني الحمد لله تعلمت منه حاجات كتيرة جدا لغاية لحظة الوفاة بتاعته. آخر قراءة قرأها في حياته كانت في الحرم المكي وفي الحرم النبوي الشريف. رجع من الحج، كان يوم خميس بالليل، في نفس اليوم قبل صلاة الفجر دخل المستشفى، فجت له أزمة قلبية ودخل المستشفى. قعد كام يوم لحد ما تعافى شوية وخرج على البيت. فالدكتور حتى كان عنده آخر مرة وقال له خلاص أنت خفيت أنت بقيت كويس، قال له الحمد لله بس برضو حموت. فأنا لما سمعته قال كده كنت واقفة جنبه بكيت، فقال لي أنت بتبكي ليه؟ والموت شر، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ما تبكيش. كأنه بيوصيني. الكلام ده كان يوم الجمعة. يوم الاثنين على طول اللي وراه وقت جه وقت صلاة العشاء، وطلب انه يصلي العشاء. فهو كان متعود ان احنا بنصلي معاه جماعه على طول، فهو قال لا انا هصليها لوحدي. طلب ان هو يصلي العشاء لوحده. خرجنا من الاوضه وصلى العشاء. سبحان الله يا دوب سلم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وقمت. كان كل وصيته لكل من يلقاه إنه يجعل القرآن هو دستور حياة، يجعل القرآن هو منبع الخير، يجعل القرآن هو اللي يعيش في قلبه وفي وجدانه وفي حياته. القرآن حياة. كان يوصي كل إنسان أن يقرأ القرآن بتدبر
وبإخلاص، وإني أحس إن فعلا إن ده كلام الله ليه، هو رسائل خاصة جاياله عشان فعلا يطبقها. أي إنسان بيحب إنسان لما بيبعت له رسالة بيعيدها مرة واثنين ويحاول قدر المستطاع أن يحققها. فتخيل بقى لما رب العزة يخاطبك ويكلمك ويبعت لك رسالة، هكذا علمنا الشيخ الحصري إن دي هذه رسائل خاصة لكل منا، فليعيها ويتدبرها ويحققها ويعمل بما فيها، عشان عند اللقاء يبقى لقاء حبيب، لقاء الرحمن الرحيم، وربنا يفرح بينا إن احنا فعلا نفذنا وصاياه وأرينا رسالته ونفذناها وطبقناها قدر المستطاع.